وقفنا على فعلا جاهزية لكل المقاييس والتنسيق المحكم بين مختلف القطاعات، وخاصة الدور الكبير اللي لعبوه مصالح الأمن في تأمين وتسهيل العملية لكل المتدخلين خاصة السلك الطبي، وهذا من أجل التكفل السريع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مواطنين وتأمين الممتلكات. بحكم ما تعرفه ولاية الأغواط من حركة في الملاحة الجوية المتزايدة، لا سيما وأن الولاية تتوفر على مطارين اثنين يشتغلون برحلات وطنية ورحلات دولية على غرار الرحلات الأخيرة الخاصة بنقل حجاج بيت الله الحرام إلى البقاع المقدسة. فكرت يعني عندها مديرية الحماية المدنية بالتنسيق مع سيد ولي الولاية والأمن العامة بتسطير هذا البرنامج والمتمثل في إجراء تمرين محاكاة ميداني حول موضوع سقوط طائرة ركاب على المحطة البرية لنقل المسافرين، وإن كنا قد اختبرنا من خلال هذا التمرين مدى نجاعة وجاهزية وفعالية مختلف المقاييس ومختلف الشركاء والمتدخلين من سلطات أمنية ومدنية وغيرها.